بهذه الأزياء القبائلية ووسط أجواء احتفالية هنا ببلدي تيثرزين بولاية بيجاية، يحيي سكان المنطقة موسم الربيع والمعروف بالأمازيغية أمنز تفسث الاحتفالية. نظمتها الجمعية الاجتماعية الثقافية لقرية حنديس بأيثرزين. الفناول مرحبا سونار ذاك المقام نجدي حندو يوسف في معمرت انت درت نحنديس تي غيوان تي طرزين عرشة عباس دونك لاسوسياسيون الفنرت قد القديشاكية ايمون سما من زوارو نارفيع ناغا من زو تفسويت دونك كيلين دين خما البرومير ايديسيون سكوساكي الدوزيام ايديسيون امن زو نارفيع نكولي ذاك غورنا يسعى الزهلة مقران ماشي ديال الحاجه تمشي طوح كنكون نتعسف قسمري من زون ناير دوك كنت نتعسف من زوار ونرفع مثلا ماكر نتما كاريت سلفام الى ثنينا ماشي ديال كازن كان غادي مش طوح. المناسبه كانت فرصه للزوار واهل المنطقه للاطلاع على مختلف المعارض التقليديه والحلي وعروض ازياء من صنع انامل البنت القبائليه. الحمد لله يسد الببليك كينا يعجبسنا كاين يتخمغا كيف وغني لا ويدي غني لا ويني دي كوماندين الا ويني كطال يعجبسنا كيف في 31 سنه كاين هكا ومن بعد ني وفاسيت في جدي الله يرحم ربي كاين يكمل اسيس هكا كمل اسيس راس الميديا ساكي والوكازيون نمزورو نربع امزو في السويس. الاحتفال بعادة الأجداد والأباء سمح بالتجمع أهالي البلدة مع إبراز المنتجات التقليدية المختلفة تشجيعا للمواهب الشابة بالقرية.